السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة هتتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الفالفز، 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 المحابس يا جدعان. هنبدأ في أنواع المحابس، المحابس، المحابس. رقم واحد البترفلاي فالفز، الجلوب فالفز، البول فالفز، التشيك فالفز، الجيت فالف، النيدل فالفز، البلاك فالف يا جدعان، البريشر ريليف فالفز، الديافرام، الديافرام، الكنترول فالفز، الكنترول فالفز، الستيم فالفز، الستريم تراب فالفز، السترينر، سترينر، سترينر. يبقى انت ركز معايا، في عندي البتر فلاي فالف، تعال نشوف شكل البتر فلاي فالف. واخد بالك من شكل البتر فلاي فالف عشان لما تشوفه في السايت تبقى عارف. الجلوب فالف، البول فالف، التشيك فالف، الجيت فالف، النيدل فالف، البلاج فالف، البريشر ريليف فالف، دافرام، دافرام، الكنترول فالف، الستيم ترابس فالف، السترينرز، سترينر يا جدعان. انا بشكر المهندس رامي على الملف الجميل ده اللي يقدر يخلينا في سلايد واحده بس نقدر نشوف معظم انواع المحابس. يبقى الفيديو ده كان بيتكلم عن الفالفز، الفالفز، الفالفز.